النقطة اللي يتخوفون من عندهم الآباء والأهل هو خروج الأولاد عن سيطرتهم باعتبار أنهم ماخذين حريتهم أكثر من اللزوم. إحنا حقيقة في هذا البرنامج علمناهم أسلوب الحوار والمناقشة والاستماع الجيد، كيف يفكر ابنك وخصوصا المراهق. والحقيقة السفرات اللي نقومها نركز بيها أنه الأب يجي مع أبنائه وبدون اصطحاب الأم، لأنه هواية من الآباء يقول لك أنا ما أطفالي ما يطلعون وياي إلا ويا الأم. يابا أنت مارس دورك، إحنا تشريك، أنت ليش العبء كله ذاب على الأم؟ لعد أنت مو أبوهم، خالك كله برأس الأم، لا لازم يكون إلك. فلذلك كنا نأخذهم إلى سفرات، نأخذ الآباء مع أبنائهم وحتى أطفال صغار، تعلم شلون تراعي أبنائك. الأطفال طبعاً كثير راح يستفادوا من البرنامج، هم بالدرجة الأساس، لأنه الآباء راح يكون البرنامج يركز على علاقة الآباء مع الأطفال. لما التقينا بالنساء بعد ما انتهى البرنامج والتقيت بقسم من النساء وسألناهم، أو بالأحرى يعني كان فد حوار دار بيناتنا، إنه هل هناك تغير صار بالنسبة للعائلة؟ كثير من الأمهات أعطتنا إيجابية بالتغير بالنسبة للمعاملة اللي صارت ما بينها وما بين زوجها. فكانوا الزوجات سعيدات بشكل، قالوا التغير اللي حاصل في حياتنا الأسرية بتعامل أزواجنا كانت شيء غير متوقع، وكانوا جدا جدا شاكرين. المشكلة اللي أحكي لكم إياها بصراحة اللي كانت تتواجهنا هو في آخر يوم من البرنامج، أباوع على نظرات المشاركين مدى يتقبلون أن البرنامج ينتهي، مدى يتقبلون فكرة، يردون بعد يقولون صدق هذا هو راح تعوفونه، يعني لهالدرجة، يعني القب ما متحمسين ومتشغفين لحضور هذا البرنامج، يعني معقولة هذا هو انتهى؟ نريد رجاء نريد أكثر ونريد نلتقي بكم أكثر، لأنه نريد نستفاد أكثر من هذا البرنامج. حقيقة الفكرة إحنا اللي ثبتناها عليها أنه أنتوا اللي حبوا بالبرنامج، أنه ما قلنا لهم تخلوا عنه يعني ما تؤمنون به، لا بالعكس اعتز باللي تؤمن به، بس بنفس الوقت أكو أشياء عظيمة بالمجتمع الأسترالي اعتز كذلك بها. زين، أخذ الجيد من كل المجتمعين. قانون المساواة بين الرجل والمرأة، فالتفاهم راح يصير من خلال الشعور بالآخر، ولذلك صار عندنا أمل بالحياة أن نبدأ حياة مستقرة وحياة سعيدة إلي ولأولادي.